ليه قفلت الباب؟ قلبي لعندي. عامل لك ليه قفلت الباب؟ يا حبيبي افتح الباب. انا شو صح صح افتح الباب. انا عشق افتح الباب. بحبك لك حبك فرس. افتح الباب بلا صريخ. خلص بقى حبك بلا افتحي الباب افتحي الباب ما راح ارزيكي افتحي افتحي اكسترو افتحي الباب افتحي الباب عشان ما كسره افتحي الباب ما راح ارزيكي افتحي. جالينا سناك. الو عم بحكي من المكتب حسن لمور من المعروف في حريقه هون وانا لوحدي. اطلعوا اخلعوا الباب راح اختني. يلا يلا شباب في حريق مكتب غسان نمور الحقوني. افتحي الباب. وين الحريق؟ والله بعيد عنه لا بيت لك يا زلمة قريب والله العظيم بيت لك روقي ورا شو ورا؟ واحد كلب واطي ازعر فكرك رح مرق لك اياها بتشوف شو رح اعمل فيك. انا بفرجيك يا كلب عم تتعدى على بنات العالم يا ابن الحرام. هلا بفرجيك بمين شايل ظهرك. Thank you.